هذه الأنباء عكرت صفو عطلة عيد الفصح لحزب العمال وزعيمه جيريمي كوربن، فمن جديد تعود قصة انتشار معاداة السامية في الحزب إلى الواجهة. تحقيق لصحيفة الساندي تايمز يكشف أن مجموعات مؤيدة لكوربن على موقع فيسبوك يصل عدد أعضائها إلى 400,000، وجد بداخلها أكثر من 2,000 تعليق معاد للسامية. 12 عضوا بارزا يعمل مع زعيم حزب العمال ووزير المالية في حكومة الظل جون ماكدونالد هم أعضاء في المجموعات التي تعادي السامية أو أخرى تدعو للعنف أو تشيد بأدولف هتلر وتهدد بالقضاء على رئيسة الوزراء تيريزا مي. الحزب نأى بنفسه عن هذه المجموعات بالقول إنها ليست على صلة رسمية بالحزب بأي شكل من الأشكال، وأن حزب العمال ملتزم بالتصدي لمعاداة السامية. هذه المشكلة يرجح البعض أنها سبب في تراجع أعداد أعضاء الحزب بعد انسحاب 3% من الأعضاء الممولين للحزب منذ بدء العام. تقول صحيفة الفاينانشال تايمز إن كوربن اعترف تحت ضغوط الاحتجاجات في ويستمينستر وضغوط نواب حزبه بأن حزب العمال يواجه مشكلة العداء للسامية، واعتذر كوربن للجالية اليهودية، لكن وفق الصحيفة فالكلام لا يكفي ويجب اتباعه بأفعال إذا أراد التعامل مع المشكلة. والأمر قد يتطابق مع حزب المحافظين الحاكم الذي تقول الفاينانشال تايمز إن حملته الأخيرة حملت نغمة التخوف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا.